تشهد شواطئ مدينة رأس البر إقبالاً متزايداً من المواطنين، وقامت محافظة دمياط باستعدادات مكثفة لاستقبال الزوار الذين يقصدون المدينة لقضاء عطلة الصيف. إقبال متزايد من المصطافين والرواد بشواطئ رأس البر هربا من موجة الحر الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة حتى الآن. استعدادات مكثفة للوحدة المحلية في رأس البر، حيث يجري العمل يوميا من أول ضوء لآخر ضوء، من الخدمات الشاطئية وخيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ. عندي 100 منقذ مؤهلين على أعلى مستوى، عندي 6 لانشات سريع، عندي 2 جيت سكي، تعاون مع مجلس المدينة مع السيد الأستاذ وليد الشهاوي، تمام، التعاون مع مجلس مع حرس الحدود، التعاون مع خدمة الأسعاف، عاملين شبكة مع بعض، معنا أجهزة لاسلكي على مدار الشاطئ، أي حالة غرق على طول بنتجه بالأشارات من اللاسلكي. وتستقبل مدينة رأس البر العديد من رحلات اليوم الواحد للراغبين في زيارة المدينة لقضاء إجازة الصيف. أصبحت رأس البر الآن عاد بيخشها كل النهاردة جميع البلاج، كامل العدد النهاردة، وجميع المصطفين النهاردة اللي مصيف رأس البر في متناول الجميع، من جميع الأسعار، من الشماسي، من الكافتريات، من جميع المشروبات، من كل حاجة. وأبناء رأس البر هنا بيقابلوا الناس كويس وحاجة تمام. اخترت رأس البر لأن رأس البر فيها الناس كويسة ومعاملتهم كويسة، وكمان الأسعار فيها ممتازة جدا، يعني بتناسب كل الطبقات، الفقير والمتوسط والغني، بتلاقي كل شيء موجود فيها براس البر. معتادين ان احنا نيجي كل سنه هنا، يعني بنقعد اسبوع 10 ايام، لان البلد هنا جميله وفيها خدمات وكل حاجه متوفره فيها. يعني احنا من القاهره وبنيجي كل سنه هنا، دي ثالث سنه لينا، والمكان جميل قوي وهادي جدا، وحتى لو ما نزلناش يعني البحر وكده، وكفايه نقعد في المكان بره كده بهدوء وجميل جدا. شوارع مدينة رأس البر شهدت استعدادات مكثفة لاستقبال زوارها، شملت تنفيذ حملات نظافة ورفع إشغالات على مدار اليوم، وتشغيل الأتوبيس اللندني والطفطف السياحي على شارع بورسعيد من منطقة 109 إلى منطقة لسان رأس البر، حيث تم تقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطفين ورواد رأس البر.